أهلا بكم مشاهدينا في هذا الموجز الإخباري يأتيكم من قناة ريمال تيفي. كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم الاثنين تسجيل 1321 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى أزيد من 1,000,000 حالة في المغرب. ووفق النشرة اليومية للوضعيات الوبائية، فإن مجموع التحاليل المنجزة عقب إجراء 7413 من الفحوصات الجديدة قد بلغ أزيد من 10 ملايين منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني في 2 مارس من سنة 2020. وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها سجلت 38 وفاة جديدة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي إلى 15,400، بينما تم التأكد وفق المصدر ذاته من 7,048 حالة شفاء إضافية، ليصل التعافي إلى أزيد من 1,000,000. كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن خريطة انتشار فيروس كورونا وسط المؤسسات التعليمية العمومية الموزعة على مختلف جهات المملكة خلال الفترة الممتدة ما بين 24 إلى 29 يناير. ورصدت وزارة التربية الوطنية ما مجموعه 3,287 حالة إصابة بفيروس كورونا بالمؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية بمختلف جهات المملكة. وأوضحت الوزارة في نشرتها الأسبوعية لتتبع الحالات الوبائية بالمؤسسات التعليمية عبر صفحتها الرسمية أنه تم إغلاق 159 مؤسسة تعليمية عمومية و14 مؤسسة تابعة للبعثات الأجنبية بعد تسجيل حالات الإصابات بها، فيما تم تعليق الدراسة ب 389 فصلا دراسيا. أما رياضيا، أعدت الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم تقريرا رسميا بخصوص الأحداث التي تلت نهاية المباراة بين المنتخبين المغربي والمصري أمس الأحد لحساب ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، ضمنته ملابسات الاشتباكات بين مكونات الطرفين. وحسب تقرير الكاف، فإن الواقعة عرفت اشتباكات بين مكونات المنتخبين، فيما لم تسجل أي اعتداءات جسدية من أي نوع على رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي القجع كما تم الترويج لها. وأورد التقرير الموقع من طرف الكاتب العام للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم أن الاشتباكات كانت بين لاعبي المنتخبين وبعض أعضاء الطاقم التقني المصري قبل أن يتدخل القجع شفهيا لإنصاف لاعبي دون حصول أي اعتداء، ليتم احتواء المشكل في ظرف لم يتعد 10 دقائق. يغادر المنتخب المغربي الأراضي الكاميرونية في 8 من مساء اليوم الاثنين، وذلك بعد إقصائه من ربع نهائي مسابقة كأس أمم أفريقيا توتال إنرجي 2021 إثر السقوط أمام المنتخب المصري بهدفين لهدف. وستستقل النخبة الوطنية طائرة خاصة في اتجاه العاصمة الرباط، في حين أن بعض الأسماء سيتوجهون إلى أنديتهم من الكاميرون في رحلات خاصة، على غرار سفيان رحيمي الذي وفرت له إدارة العين الإماراتي طائرة خاصة. وانتهت رحلة الأسود في المنافسة القارية بعد مباراة أمام مصر امتدت للشوطين الإضافيين، ليمنى المنتخب المغربي مرة جديدة بخيبة أمل في الكان، ولم ينجح ممثل الكرة الوطنية في بلوغ نصف نهائي كأس إفريقيا منذ سنة 2004 في نسخة تونس التي كانوا قد بلغوا فيها النهائي بقيادة الإطار الوطني بدو الزاكية. يذكر أن المنتخب المغربي الذي شارك في النسخة الحالية من الكان تشكل أغلبه من لاعبيه يمارسون في الخارج مقابل حضور محمد شيبي وأحمد رضا التاجناوتي كممثلي للأسماء المحلية المزاولة في الدوري الاحترافي. مشاهدينا، وصلنا إلى نهاية موجزنا الإخباري، إلى اللقاء.